اختص في آثار عصور ما قبل التاريخ إلى أن حصل على دكتوراه بمرتبة الشرف في علم آثار ما قبل التاريخ من جامعة بورد الأولى في فرنسا عام 2013 ميلادي، عضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الآثار، وشغل منصب رئيس قسم الآثار في كلية الآداب الثانية جامعة دمشق، رئيس لقسم إدارة المكاتب السياحية والإرشاد السياحي في كلية السياحة جامعة دمشق منذ عام 2021 ميلادي. ألف عدة كتب منها كتب الموسوعة العالمية التي تبحث في شعوب وثقافات العالم في مختلف العصور، بالإضافة إلى كتاب باللغة الفرنسية ضمن منشورات جامعة بورد الأولى. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية، أشرف على العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة دمشق، باحث مواكب لأحدث الاكتشافات الأثرية ليتابع إنجازاته المعرفية. ضيف رحل اليوم الدكتور حسام غازي. دكتور حسام غازي، أهلا وسهلا فيك اليوم معنا بشركة رحال المدن القديمة. بداية بوجه التحية لفريق العمل في مؤسسة رحال للمدن القديمة، المؤسسة الثقافية الرائدة في سوريا. تسلم دكتور. من هو الإنسان الأول من وجهتي النظر الأثرية والأنثروبولوجية، ومتى وأين ظهر؟ الإنسان الأول طبعاً هو الإنسان أقدم هيكل عظمي بشري حقق الشرطين الفيزيولوجي والحضاري للأنثني. طبعاً الشرط الفيزيولوجي طبعاً يتمثل بالقدرة على السير على قدمين وحجم الدماغ الذي يتجاوز في حده الأدنى الحجم الدماغ أي من الرئيسيات العليا. فيما يخص الشرط الحضاري طبعاً هو الذكاء، أي القدرة على القيام بالعمليات الذهنية المعقدة، أي بكل بساطة تصنيع الأدوات طبعاً. والإنسان هو الكائن الوحيد على وجه الأرض القادر على التصنيع. وبالتالي الإنسان الأول هو أقدم هيكل عظمي عثر عليه في طبقة أثرية مترافقة مع بقايا أدوات صناعة الإنسان بشكل مقصود. وإذا تأملنا سجل المكتشفات الأثرية عالمياً نجد أن حالياً موقع ليدي جيرارو في إثيوبيا في منطقة عفار الإثيوبي طبعاً هو يمثل أقدم موقع أثري في العالم، والعينة يطلق عليها إلدي 351، كان سابقاً قبل عام 2013. إنسان الهومو هابيل هو الأقدم عالمياً من وجهتين النظر الأثرية والأنثروبولوجية، لكن في عام 2013 حدث هذا الاكتشاف الذي أسقط فرضيات التطور وأسقط جميع النظريات التي كانت قائمة سابقاً، وأعاد البداية الموثق على ظهور الإنسان من نحو 230 ألف سنة قبل الميلاد حتى من 2,300,000 ألف سنة قبل الميلاد حتى 2,800,000 ألف سنة قبل الميلاد. إذن الأقدم نوع إنساني هو ما يتعارف عليه حالياً العينة LD 351 بدون أي مسمى غير ذلك. هل تتعارض تلك الاكتشافات مع النص الديني؟ طبعاً بكل تأكيد بعد الدراسات الأخيرة التي قمت بها لا يوجد أي تعارض. لماذا؟ طبعاً لأن العينة LD 351 تعود لمليونين و800 ألف سنة قبل الميلاد، والأقدم أو أحدث نوع من الاسترالوبيتك العفاري الذي يرى بعض علماء الآثار والأنثروبولوجيا أنه يمثل الشكل الجد المباشر للإنسان طبعا يرقى لنحو 3 مليون سنة قبل الميلاد. المدة الفاصلة بين العينة تاريخ العينة وأحدث نوع من الاسترالوبيتك العفاري غير كافي لإحداث التحولات الفيزيولوجية التي المستوجبة كي طبعا يتم ترشيح الاسترالوبيتك كجد مباشر للإنسان. طبعا هناك الكثير من التحولات الفيزيولوجية، فوارق فيزيولوجية ما بين العينة وما بين استرالوبيتك،
تحتاج إلى نظام غذائي كثيف لا يمكن تحقيقه خلال تلك المدة. سابقاً كان الأسترالوبيتيك مرشح كون العين الأقدم كانت تؤرخ على نحو 2,300,000 سنة، يعني يوجد حوالي 700,000 سنة فارق ما بين الأنواع، لكن حالياً المدة قصيرة جداً لا تستوعب طبعاً غير كافي لاستيعاب جميع التحولات الفيزيولوجية. كيف تطور الإنسان وانتشر في أنحاء العالم؟ طبعاً فقط تتم للسؤال السابق، طبعاً تلك الاكتشافات تدفعنا إلى القول أن هناك خط تطور مستقل للإنسان مختلف عن الخط الذي كان سائد سابقاً وهو الأسترالوبيتيك. فيما يخص طبعاً انتشار الإنسان في العالم وتطوره، السيناريو الأنثروبولوجي الذي كان مقبول سابقاً قبل اكتشاف تلك العينة يرى أن الأسترالوبيتيك العفارة أحد أنواعه هو الجد المباشر للإنسان، تطور إلى الهومو هابيل. الهومو هابيل الذي يؤرخ على نحو 2,300,000 سنة قبل الميلاد، طبعاً وهو صنع ثقافة الإلدوان أقدم ثقافة في العالم في طبعاً تنزانيا ومضيق الإلدوان بالتحديد. طبعاً تطور الهومو هابيل في أفريقيا إلى الهومو إريكتوس، وفي آسيا في أفريقيا إلى الهومو إرجستر، وفي آسيا إلى الهومو إريكتوس. فيما بعد طبعاً هذه مرحلة الانتشار الأولى. فيما بعد تطور الهومو إريكتوس إلى نوع آخر في أوروبا يدعى الهومو أنتيسيسور، وظهر في جورجيا نوع آخر يدعى الهومو جيورجيكوس. تطور طبعاً الأنتيسيسور إلى الهومو هيدلبرج في ألمانيا، ومن ثم النياندرتال، وطبعاً وبالتوازي الإنسان العاقل القديم الذي يعد الجد المباشر للإنسان الحالي. الجد المباشر للإنسان العاقل عاقل منذ نحو 35,000 سنة، وهو الجد المباشر للإنسان الحالي. لكن حالياً أصبح هناك خلط كبير بعد اكتشاف العينة، طبعاً العينة التي أظهرت تقارب فيزيولوجي مع الهومو إريكتوس الذي هو أحدث من الهومو هابيل، وبالتالي هذا يستوجب وجود أنواع أخرى خلال المدة الفاصلة ما بين تاريخ العينة 2,800,000 سنة قبل الميلاد و 1,800,000 سنة تاريخ بداية الأنواع الأقدم من الهومو إريكتوس. وبالتالي لم يعد الهومو هابيل هو الجد المباشر، لأن الدراسات الفيزيولوجية أثبتت أن العينة هي مستقلة عن نوع الهومو هابيل الذي كان يعد الأقدم أقدم نوع من أنواع الإنسان. يطلق علماء الآثار والأنثروبولوجيا على الإنسان الذي ظهر منذ نحو 3,500 سنة قبل الميلاد اسم الإنسان العاقل، أي المكتمل العقل. هل كانت الأنواع السابقة له غير عاقلة أو بشكل أوضح غير مكتملة العقل؟ تماماً، التسمية هي تسمية علمية. طبعاً علماء الأنثروبولوجي والآثار طبعاً اعتمدوا على حجم الدماغ السع الجمجمي، قياس السع الجمجمي للتمييز بين الأنواع. لكن إذا أخذنا طبعاً الأمر من منظور حضاري، من الزاوية الأخرى الحضارية، نرى أن طبعاً الإنسان مكتمل العقل منذ البداية، وبدليل وجودنا اليوم الإنسان الذي استطاع أن يؤمن استمراري على مدار 2,800,000 سنة إنسان عاقل. الإنسان الذي ابتكر الفن إنسان عاقل، تم ابتكار الفنون من نحو 230,000 سنة قبل الميلاد، أي قبل ظهور الإنسان العاقل عاقل بنحو 195,000 سنة. وبالتالي الإنسان الذي طبعاً يهتم بالفن ويهتم طبعاً كون استراتيجي للبقاء فهو مكتمل العقل، والدليل وجودنا اليوم. متى بدأ الاستيطان في سوريا وأين تم توثيق ذلك؟ طبعاً ترقى بداية الاستيطان في سوريا بموجب المكتشفات الأثرية الحالية لنحو 1,800,000 سنة قبل الميلاد. طبعاً تم توثيق ذلك من خلال مكتشفات موقعي بئر الهمل وعين الفيل في منطقة الكوم طبعاً شرق تدمر. تم توثيق ذلك من قبل الباحث الأثري السوري السويسري المشترك من جامعة بازل السويسري التي تعمل بإشراف جان ماري لتنسورير. طبعاً حدثت الاكتشافات خلال بين عامي 2003 و2006. عثر في طبعاً في الموقع بئر الهمل في السويتين 17 و18
على أدوات حجري مصنوعة بشكل مقصود في وضع استراتيغرافي صحيح تعود لثقافة الإندوان، أي أقدم ثقافة في العالم. طبعاً ثقافة الإندوان التي صنعها إنسان الهومو هابيل التي لم يعثر على آثارها إلا في إثيوبيا وسوريا، وبالتالي عدت هذه الاكتشافات هي الأقدم عالمياً. طبعاً بالإضافة إلى مكتشفات إثيوبيا. هل استمر الاستيطان في سوريا بشكل متواصل منذ تلك الفترة أم أن هناك فترات انقطاع؟ طبعاً المشهد الثقافي السوري مشهد ثقافي مستمر من نحو 1,800,000 سنة حتى الآن. طبعاً وهو يقسم إلى مرحلتين، الأولى طبعاً هي عصور ما قبل التاريخ، والثانية هي العصور التاريخية. الحد الفاصل بينهما هو اختراع الكتابة منذ نحو 3,200 قبل الميلاد، أي أن عصور ما قبل التاريخ هي تغطي 1,800,000 سنة، بينما لا تغطي العصور التاريخي إلا 5,000 سنة الأخيرة من تاريخنا الإنساني. إذا عدنا للمرحلة الأطول أي عصور ما قبل التاريخ، تم توثيق طبعاً وجود استيطان بشري خلال طيلة عصور ما قبل التاريخ، لكن هناك طبعاً بحسب المكتشفات الأثرية فترة فراغ بسيطة يطلق عليها اسم الموستيرية المشرقية نموذج طابور سه، وهناك أيضاً ضعف حضاري خلال عصر الحجري القديم الأعلى، أي مع العصر مع الإنسان العاقل عاقل. أغلب الباحثين في أوروبا طبعاً ينسبون طبعاً الثقل الثقافي خلال تلك الفترة للقارة الأوروبية. طبعاً نوقش الموضوع من خلال عدة أبحاث طبعاً، وتم التطرق له من زوايا من منهجيات التنقيب. من المعروف أن فترة عصور ما قبل التاريخ يوجد 4 عصور جليدي في أوروبا و4 عصور فاصلة في الشرق، عصور مطيرة في الشرق. طبعاً الفترتين يقعان ضمن العصر الجليدي فيرم، وهو عصر بارد جداً. إذا تأملنا التنقيبات الأثرية في سوريا خلال تلك الفترة في المواقع العادية لتلك الفترة، نجد أنه تم تنقيب مواقع العراء، لذلك كانت المكتشفات الأثرية طبعاً قليلة بالمقارنة مع المناطق الأوروبية. كان من الأفضل أو من الأفضل علمياً أن يتم التوجه خلال تلك لتنقيب مواقع في المغائر والكهوف، بعض المناطق التي تنتشر فيها المغائر والكهوف، لأن الإنسان خلال العصر الجليدي لا يمكن أن طبعاً يعيش في المناطق العراء. المكتشفات في أوروبا طبعاً الثقل الثقافي طبعاً، إذا تأملنا المواقع المنقبة فهي بنسبة 90% فهي مغائر وكهوف، بينما في سوريا حدث العكس، تم تنقيب مواقع مكشوفة وتم الابتعاد عن تنقيب مواقع طبعاً المغائر والكهوف. لذلك نأمل أن يتم توجيه طبعاً البعثات الأثرية تتوجه للتنقيب فيما يخص الفترة الواقعة ضمن العصر الجليدي فيرم ضمن المغائر والكهوف، لأن هي الأفضل منهجياً للتنقيب. هل يمكننا أن نطلق على سوريا اسم بلد البدايات؟ طبعاً بكل تأكيد سوريا وتنزانيا طبعاً يمثلان بداية المشهد الثقافي العالمي. تنزانيا أقدم من الناحية الكرونولوجية، لكن الصناعات المكتشفة هي طبعاً بالتوازي متشابهة بين المنطقتين. بئر الهمل وعين الفيل طبعاً توقفت التنقيبات الأثرية فيهما عام 2011. لو استمرت التنقيبات الأثرية طبعاً كان هناك مؤشرات على وجود آثار استيطان أقدم. سوريا بلد البدايات طبعاً بحكم أن المشهد الثقافي السوري هو مشهد يقع طبعاً بين 3 قارات، هو مشهد محوري بالنسبة لقارات العالم القديم. طبعاً هو منطقة تقاطع، هو البوتقة الثقافية التي انصهرت فيها معارف الشعوب. طبعاً وتم التركيز على هذا المشهد بعد فشل التنقيبات الأثرية في الضفة الإسبانية من مضيق جبل طارق وطبعاً مناطق اليمن، طبعاً لإثبات فرضية خروج الإنسان من أفريقيا عبر المضايق وليس عبر بلاد الشام الممر البري.
لكن بعد فشل تلك التنقيبات توجهت أنظار علماء الآثار إلى سوريا والشرق بشكل أساسي طبعاً، وتم بناء مشهد ثقافي غني ومتنوع. هذا المشهد طبعاً أثبتت تنقيبات الأثري تنوعه، هو مؤشر على سوريا المتنوعة، سوريا البوتقة الثقافي التي تحتضن الثقافة العالمية الجامعة. ونستدل على ذلك من خلال المكتشفات الأثري السبق في إنتاج التحولات الثقافية. تم طبعاً ابتكر الإنسان الفن بموجب المكتشفات الأثري الحالية منذ نحو 230 ألف سنة قبل الميلاد. وأقدم اكتشاف هو طبعاً دمية بيركترام أو منحوتة بيركترام في جولان السوري المحتل. هي عبارة عن دمية أنثوي منحوتة بشكل بسيط وتسمى فينوس العصر الحجري القديم. طبعاً في سوريا ظهرت القرى الأولى، طبعاً البداية الاستيطان، البداية القرى الأولى، البدايات المتعلقة بالعمارة. كان سابقاً موقع عين ملاحة في الأردن هو الأقدم عالمياً، لكن المكتشفات الأثرية في موقع جفتليك على الحدود السوري اللبناني وموقع قراصة على أطراف منطقة لجان أثبتت تلك المكتشفات العائدة للمرحلة الباكرة من الثقافة النطوفية أن هاتين القريتين بالتوازي مع الملاحة، عين الملاحة هما الأقدم عالمياً. أيضاً في سوريا ظهرت أقدم بواكير للزراعة المدجنة بالإضافة إلى التدجين، ومنها انتشرت إلى بقية أنحاء العالم. أيضاً شهدت سوريا نضج مبكر من حيث ظهور المدن الأولى، وهذا مؤشر على طبعاً نضج مبكر قبل أي منطقة في العالم. كانت سابقاً مدينة أوروكيا تعد الأقدم عالمياً بحسب نتائج عمليات التنقيب، لكن التنقيبات الحديثة في تل حموكار وتل براك أثبتت أن هاتين المدينتين بحكم وجود طبعاً مدن مسورة محاطة تحيط بمجمع إداري مترافق مع معابد وسلطة مركزية، طبعاً أثبتت أن هاتين المدينتين هما بالتوازي مع مدينة أوروك الأقدم عالمياً. طبعاً وتم اكتشاف أشكال من الكتابة التصويري أيضاً في طبعاً في خلال العصر الحجري النحاسي أيضاً بالتوازي مع جنوب العراق. حتى إذا نحن إذا استمرينا خلال العصور التاريخية نجد أن السوري لسوريا السبق في الكثير من المجالات، كظهور أقدم نوطة موسيقية، أقدم أبجدية في العالم، أقدم اتفاقية سلام أبارسيل في العالم. كل هذا يدفعنا إلى القول أن سوريا أرض البدايات. ما هو رأيك بوجود شركة وطنية كشركة رحى تعنى بتوثيق التراث المادي واللامادي؟ بكل تأكيد شركة رحى طبعاً من الشركات الثقافية العريقة في سوريا، تعمل في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في سوريا. طبعاً نحن بحاجة حالياً بأمس الحاجة لمؤسسات ثقافية طبعاً توثق التراث المادي واللامادي، وخاصة أن الفترة الماضية العشر سنوات الأخيرة خلال الأزمة السورية الحالية كانت فترة عصيبة جداً، وتعرض التراث الثقافي السوري للكثير من طبعاً الانتهاكات. وجود مؤسسة رحى حالياً حاجة ماسة. طبعاً تابعت كثيراً ما تنشره مؤسسة رحى، شركة رحى، وتابعت مع المنشورات وأعمال التوثيق والترميم. بكل بساطة طبعاً أتوجه بالتحية لفريق العمل في المؤسسة، طبعاً ترفع لهم القبعة. شكراً كثير لحضورك معنا اليوم دكتور حسام، ويعني أغنيت عقولنا بمعلومات كثير جميلة، وهيك استرجعنا بذاكرتنا عصور ما قبل التاريخ. شكراً كثير لك.